طيب معانا الأستاذ صالح. أستاذ صالح، صالح مين يا عم؟ طه طه يا باشمهندس. طيب ما تزعلش يا عم طه، إيه اللي حصل أستاذ بس؟ إسلام، أنا 4 مرات أتصل عليك وعند ما تيجي تكلمني الرصيد بيخلص. اتفضل. طه الحاج طه، أهلا وسهلا، عندي سؤالين يا أستاذ يا حاج إسلام. اتفضل اتفضل يا عم طه. أنا عندي سؤالين، عندي سؤال إن أنا عندي غسيل كلى ها وعايز أبقى أصوم، الدكاترة منعوا عني الصيام، تمام، وأنا في وقت الغسيل بتاع الكلى ببقى متجه على اتجاه غير القبلة وبيأذن عليا سواء الظهر أو العصر، ممكن أصلي؟ حاضر، كمل تاني السؤال التاني يا عم طه قبل ما الرصيد يخلص. القبلة على اليمين وأنا متجه، يبقى القبلة على اليمين. وصلت خلاص السؤال وأنا التاني. أصلا عندي 65 سنة، وأنا من ساعة ما جاني المرض الفشل ده قعدت في البيت، لا بشتغل ولا ليا معاش ولا بقبض ولا رايح ولا جاي. إيه اللي عليا؟ إيه اللي عليا في الإطعام بالظبط قد طب إيه؟ ليك مورد رزق يا عم طه؟ ماليش موعد رزق نهائي. اللي طب عندي شقة مأجرها ب 30 جنيه، بتاكل مام منين يا عم طه؟ بتجيب اكل شقة وشرب ب 300 جنيه، يعني كله 420 جنيه. بس، ده كل اللي بيجيلك اللي بيجيني كنت مسافر وكنت بجيب فلوس من بره، يعني؟ عندك فلوس في البنك ولا ما عندكش؟ ما عندي يعني مبلغ بسيط كده. وعندك عيال؟ عندي عيالي بس كلهم الله يسهل لهم اتجوزوا وكل واحد في بيته. ماشي خلاص، ماشي اتفضل يا عم طه. عم طه عنده غسيل كلى، وهو بيغسل بيبقى الراجل حريص على الصلاة، هو بيغسل بيبقى قاعد على الجهاز مش قدام القبلة، السرير مش قدام القبلة، ظهره للقبلة أو بعيد عن القبلة، ينفع أصلي يا شيخ؟ لا ما ينفعش تصلي بعيد عن القبلة يا عم طه. طب أعمل إيه؟ ما أنا تعبان وما تخنقنيش، أنا عايز أعرف أصلي. طب بالراحة على عم طه هقول لك أهو، القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فما ينفعش ادي القبلة ظهري عشان انا زعلان منها. امال اعمل ايه؟ اغسل براحتك، الظهر الدن والعصر الدن وانت على الجهاز، لما تنزل مع الجهاز يا عم طه وتروح البيت بالسلامة وربنا يكرمك ويجبر بخاطرك وانت قادر، تنام على الارض لو انت مش بتقدر تصلي وانت واقف او وانت قاعد، وتصلي الظهر والعصر وربنا سبحانه وتعالى يكتبهما لك حاضرا وليس قضاء. لكن ما ينفعش اصلي وانا ظهري للقبله. الحاله الوحيده التي يجوز ان اصلي وانا مش مستقبل القبله، لو انا في مكان وما عرفتش فيه القبله واجتهدت وديت ظهري للقبله، خلاص عدت غصب عني، هاجر على اجتهادي. لكن ما دمت عارف ان القبله مش هنا يا عم طه، مش هينفع اصلي دون اتجاه القبله. معاك مين يا ست منى؟